بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أود أن أتشرف بالرد على بعض الرسائل التي وردتني من المجموعات والنوادي التي تطالبنا بديون مستحقة علينا غير منكورة ولا مكتومة. أنا أتشرف بالحوار معهم والبحث عن حل لنا جميعا في مسألة هذه الديون التي أخذها نوابي بعلمي وبموافقتي، فهي في الظاهر ديون على نوابي، وهي في الحقيقة ديون علي أنا. نوابي الخمسة معروفون، فمنهم محمد محمود البدي، عبد الله البدي، ومنهم الشيخ والقاضي، ومنهم محمد عالي والسيدي، ومنهم أخي حمى والمحمد ناجي. ولكل من هؤلاء الخمسة دين يخصه وثق عليه لأصحابه، فمنهم المقل في التوثيق، ومنهم المكثر في التوثيق، ومنهم المتوسط في التوثيق. على كل حال، هي جميعا ديون أعترف بها ولا أكتمها مع الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن ييسر لي قضاءها من المال الحلال المبارك، عاجلا عاجلا مع السلامة والعافية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات العظمى أن ييسر لي قضاء ديوني وديون أحبابي جميعا عاجلا 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 مع السلامة والعافية، من الحلال المبارك، من غير كد ولا تعب ولا مشقة ولا محنة، حتى لا يبقى علي دين لأحد، والله ولي ذلك القادر عليه وهو أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله المستعان وحده لا شريك له، 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 الله المستعان وحده لا شريك له. العظمة لله وحده، العظمة والكبرياء لله، العظمة والكبرياء لله، الكبرياء لله، العظمة والكبرياء لله، لا لعلي الرضا بن محمد ناجي. العظمة والكبرياء لله وحده، لا لعلي الرضا بن محمد ناجي. العظمة والكبرياء لله وحده، لا لعلي الرضا بن محمد ناجي. العبد الفقير إلى الله عز وجل، المتذلل بين يديه، المعترف بذنبه وتقصيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أختي، نقول عني مسلم على جميع أهل الدين، سواء ذو اللي ما فقدون بروسهم بهم، اللي ديونهم ثابتة ما يحتاج يفقدوا بروسهم بهم، اللي الشرع مص عليهم يسوهم وسكتوا ساكتين مخفين علينا عن قارفية، لكن المعدلين واصلني قدر من الرسائل الإيجابية المتعدلة من ذلك، ما قاعد نسمي عيانهم ما يضبط عيانهم كاملين. عندي بعد غير نعرفهم بعد غير مقدر لي حتى إلى عديته قلت باك لطول الوقت، اللي مسامحين واللي ينتظروا واللي ماسين عنهم طبقين هذه الآية، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، معناها اللي هي عن العاد المدين، ما عنده باش يخلص ذو عسرة، معناها ما عنده باش يخلص عن حد واجب انتظاره لين يجبر باش يخلص، مهم طبقها
طبقينها طبقوها أهل الدين حالة متعدلة، وفي شي من الناس مصرح بها حتى وشي من الناس معدلة بالفعل وساكت، وإذا كامل أنا قار فيها حتى قار فيها مجموعات وأفراد قبائل وأشخاص نعرفهم، وقار فيها ذاك اللي معدلين، وقار في جماعتنا ولا لها ما نساهين عنهم، وحقهم اللي واجب لعدهم متسامحين معنا وينتظروا الميسرة نجبروها. هي فعلا هي هاي قاعدة واجبة إجماعا، الانتظار الميسرة واجب إجماعا. احنا والله العظيم ما كنت أمني أن أحصر الدين لين هاي المدة، لين اعتذر شوي عن راسي بعض المسائل ما قد بينتم سابق ذلك. هذه الديون كيف قلت عند قفيلها، عند قفيلها أصلا قلت عنها لا هنا نقفلوها بعد الأيام ولا بعد أيام، وقلت لك ساعة أني تابر الله منها، ونسيت عن توبتي كان خاصة في الظاهر خاصة لإقلاع على عن باللي ما وقفتها. يا الله يعدون موقفها عندك لا محالة، انتبهت تلفات خطاتي وتابر الله منها زادي من تأخير التنفيذ. أن كان يلا أصحابها باللي من يتكلم تصلا، وعلمت عني معايا بعض رجال أعمال وأشخاص متشاركين ما يحلوا معايا القضية، وسكت عن بعض مسائل في معدن ولا شيء عن مدة متعارف معهم، سكت عنه ما سميته وذاك الوقت. وإن كان ذاك ذيك التوبة تايب الله منها غير، وإن كان تايب الله من ذيك التوبة نفسها الناقصة. وبعد من ناحية الفقه أمه اللي نختار نعلم بعض الناس اللي مهتمة بالشريعة الإسلامية عن أمه اللي ذاك الدين اللي قضانا مدة ذيك الأيام، لعن فم ذاك المعدن اللي عالم به، لعن وقد عود أكثر من قيمة الدين، وبالتالي ما عود رقاش مدين شيء مالك شر أكثر من قيمته، يعود الدين جايز له. وعلى كل حال بعد استغفر الله في جميع الأحوال واستغفر الله في جميع الأحوال. هذا الخطاب هون مخاطب به لا الناس اللي خطاب الناس تختار تأمله من ناحية، إحنا هون تكلم هون لا الحد، تكلم هون لا الحد على ملة النبي عليه الصلاة والسلام تابع شريعته. يعني مخاطب الأوروبيين بهم اللي ما أمة واحدهم على دين النصارى، لأني مخاطب اليهود به اللي أمة واحدهم على دينهم واحدهم، لأني مخاطب أهل اللوثان بهم اللي عبدوا الأصنام واحدهم، لأني مخاطب البوذيين بهم اللي عبدوا بوذا واحدهم، لأني مخاطب الهندوس اللي عبدوا عندهم معبودات أخرى من دون الله عز وجل، مخاطب الله للشريعة الإسلامية اللي تكنوا الشريعة الإسلامية اللي عاد خالف من القانون الغربي والله الشرقي ما فق الشريعة الإسلامية، ذاك أهلا به وسهلا، غير أهلا به بعد الله لأنه وافق الشريعة الإسلامية. تال حديث صنة كلامي منظور الشريعة الإسلامية المحمدية محضة، حد فيه شراضيه راضيه منه يقولوا شو منه ما راضيه يبينوا من ناحية الشريعة المحمدية، وزين عندي كاين استغفر الله منه كاين الدار كنتم منه. والنصيحة أهم نصيحة أنا صنت لها الناس اللي تكتب وتنبهني أخبار حصرة الديون، وإذا ناصحي يعتبر نصيحة مهمة، يعتبر دفاع عن المظلوم، اعتبارهم دفاع ودفاع عن الحقوق، ولا ينصاب عنهم به اللي أمة قاعلم أمة الأمة الإسلامية لعاد ما ينقال فيها الحق وينصح فيها كل حد. والله بعد أنا ينصح فيها كل حد تود الله خاصة شيء، يود ينصح فيها كل حد يبين له عيوب ونواقص شرعا ويتقبلها، تعود ذاك مزية اللي نصحه، وذاك أم اللي يتقبل النصيحة ويتوب خير فيه. والله اللي عني قطس قريت كلام ماني ضابط فاش من سوب العمارة بن عبد العزيز أنه كاتب الحد من العلماء عنه يكتب له عمر كسافات عاد خليفة عنه يكتب له، قال له تم اكتب لي النصائح اللي تبغي تم اكتب لي اللي مشقر، قال له فإنني ممن يصبر على مرارة الدواء أملا في الشفاء. وعمر بن عبد العزيز يصير يقول عنه الكلام اللي عاد فيه مرارة، مرارة النقد عنه يتحملها رجاء في الشفاء اللي هي الهداية. عمر قاعد بك الله بن عبد العزيز ما فيه مرض، ما فيه مرض بعد، ما فيه مرض من مرض القلوب لا المرض الدينية، سهل أسألكم ولا أنا من حسب اللي عندنا، وهو خامس الخلفاء الراشدين وتواترت الأمة على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. غير باطل هو مثل حسن العبارة اللي قال بليغة، قال عنه يصبر على مرارة الدواء أملا في الشفاء، وفعلا رقاش ما هو صحيح
نودي دواه طعمته ما زينه غير اللي يداويها عملته صبر لي. ولذلك المدونين اللي يدونوا اللي ينبهوني على عن مطل الناس وحصرناها، لا مو في ذاك جزء من تبين من الأمر المعروف الأساسي. أنا بعد حمد وشكر اللي خالق مجتمعنا، حمد المولانا اللي مجتمعنا. وبالنسبة لي أنا زين عندي شخصيا حد يبين لي ذاك الشريعة المحمدية. ناس خر ماني قاعد أتكلم عنه، ما أعرف شنو صنعته وش تختار، ما أعرف صنعته كاملة. يبين لي الشريعة المحمدية، يبين هذه، يبين لي نختار رقاش يعلم بها من حد إنه حي ويتوب، من حد يخلى ماشي أعدل اللي يبغاه، يلين يتوفي وقد ما تدارك التوبة يوم الآخر ما تلقي توب من ذنب خير حد يعلم به. والله هذا مهم عندنا بالنسبة لي. أما الحمد لله ما النصيحة ما يمسى ما تسبب لي حقد، ما والي ماني حاقد إلا حد نصحني بالحق واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لا اختار حد ينصحني به إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. ما اختار حد ينصحني بشيء ما هو مخالف لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك فعلا ما ذاك معود ما نصحني، ذاك ما نصح. اختار اذا نصح حد بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام اللي اللي قتال وزان بعد ما نصحته. راني محيي النوادي كاملة اللي تراسلني مرة بالكتابات مرة بالرسائل التسهيلية. على رأس السيد فتى السماسيد سيدي واللحم العبدي الفتى الكريم السخي، محييه وناديه قال له عن إن شاء الله ماني ناسي قضيتهم ولا حقوقهم عن ساعي لهم فيها. ومحيي الخوير وناديها سيد الخوير من الضف مشاري رسالة يامس، ولا لك ولا أختر تكون جوابها بي اللي ما يتواسي يكون جوابها مرة متعدلة. وما قاش من العليات تقال عنهم الضرات من حصرة الدين عنهم مصاب لهم ما ناصف منهم. محييها حتى محيي الخوير من الضف سلم إليها حتى هو معتار لها عن تخلفه، ومعتار لها وجماعته كاملة نساء ورجال، ومعتار الحمود والحمدان والشيخ التراد وخالد وبقية الجماعة كاملة، وحمل اللي منها أحمد العمر بيو واللي كامل منها تفقدت، اللي منها اللي منها ما ذكرت اسمه كامل ما تفقدت حالا ولا ما اخترت تطور بيه الوكا. ما تعرفوا كان بين نساء ورجال عامة يسوى ما سجلوا. وما تعرفوا كل الناس اللي ما في النوادي ملي عن التأخير وتقصير في حقوقها. ونختار نشرح مسلكي قلت ما قد شرحتها، هذا الدين قد تخلق وحد قابل بها اللي هنقول نختاروا يتبعوا صحة خلق زمن ماضي وحلت عليه مليارين الحق مليارين من لوبية. وطبعا خلق الله بطريقته اللي تعرفه معروفة اللي هو عن الجماعة عنهم يوافقوا عند مكتب الفقيه الشهير العالم الجليل محمد حامد والحميدي تغمده الله برحمته ويسكنه فسيح جناته. هو الجماعة اليعقوبية أخواننا الكرام اللي خؤولتهم نعمة من الله عز وجل، ونحمد الله على خولتنا من بني يعقوب. وأظن قاع جميع بطون يعقوب من الإخوان الكامل لله الحمد منه. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، كما أني أحمد الله سبحانه وتعالى عن أخواله المبارك حامد الله عليها اللي هم أهل عدود هذا اللي لا يجهلون، عن جداتي فاطمة بنت عبد الله الحاج جداتي مرتين، وذيك عمة محمد عالي ولا عدود، العمة ما توقف عنها عمة أبوها الله عمة ما توقف. وعني حمد الله عليك القرابة الرحيم، حمد الله القرابات أخرى اللي عندي مع كثير من الناس من العرب والزوايا من أخوالي الأحمد الفضيل من الأخوة أولاد دمان قالوا الأحمد الفضيل اللي فيهم عالم جليل قالوا محمد بن ولد الناهي من أعيان علماء موريتانيا. حمد الله الخولات اللي تربطني بتاشمشو والعرب والزوايا والحراطين الحمد لله أخوالي جداتي حطانية مشهورة إن قال لها تغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته. ولله الأمة اللي عاني عود سارك من الكوار ما حقاني اللي عود الله فم هبه اللي يقع هوا في احتمال تعود كورية حرطانية ولا كورية ما اللي الحمد لله عمه المكونات هون الشعب الموريتاني كامل الحمد لله ما يرقوا كامل الحمد لله منته.
ولله اللي ملا عنه قال ما نس ما 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 قربات قربات كاملة حامد هل ملا شاكر حامد هل الله شاكر هالو وقلت عن ذاك الدين قط حل أما عنده مراحل قط سنة بوتات سنتين باع بيع عادي شري شري عادي بسعار عادي وعقبنا عدنا إحنا عجال هذا الفضاء أسباب اللي تعجلنا عيال تعود إنسانية يعني جبروا رجال في بعض الحالات لا هي ارتفاع للطب عنده ما عنده حالة ما عنده حالة ونسله باش يرتفع للطب تود حالة إنسانية ما نقدر نكرر لدينا حتى عنها تقد ساعات تنسينا ومرة قاضينا نحن مسلفين نحن فاصلين فيها توم من قد غدانا وعشانا من قد شيء نتغدوا به نتعشوا به ونلبسوه وأنواع ذاك هم حالات إنسانية تخلق تعود تغرينا لو كان ملي عندنا دخل أنا قد نقول منين يجي اللي ما عنده جهة واحدة ما هو راتب معين ما هو راتب من الدول الموريتانية ما هو راتب من دولة خارجية إلا دخل يجي من بعض رجال الأعمال ومن بعض الناس اللي سموه مرة هدايا والله من الحليدر الحجاب الحجاب بعده نختار نقول عنه نعدله بالقرآن العظيم بسم الله الحسنى وبالدعاء ويقع عند عنهم الدعوة قام هي أنا واحد عند الناس الحجاب قام بدعايته كاملة بدعايته كاملة والله يلا قاعدين الدعوة كاملين يلا نقول عدو صادقين فيها كامل قط حلت علينا مليون مليارين هو رقم كبير يحل علينا كنا لا خلصوا هو رقم كنت لا نجبرش من خلصوا حل علينا مليارين وجبرت المحل نطالش من التراب قدهم وخلصتوا وحكمت منه ذاك الوقت حوالي 90 مليون من لقية وندور نشيل الدين وشيل راسي شي ديون أخرى ماهي ما هو له الديون اللي كانوا بعض مع شي من الديون أخرى الصغار وهي تراب معروفة تراب اللي الشيباني قال لها عاطيها لي هي على طالي اللي افصلها طالي عن طب مستشفى العيون طب البعمات اللي قالوا مستشفى العيون تراب اللي شماله اللي بين معها طالي قال تراب اللي شيباني وين قال لقصرة بعماته قطعت غير هي بعماتهم لم يسمع ليته ما 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 ما, ما, ما يتابع على ترابه ما ذيك التراب اللي شباني وعطاني من طهالي وخلصت بها ذيك مليارين ووفاتها كنا نقد نوفوها من الدين ذاك الوقت ولا رادهم الآن ورجعنا مرة أخرى ومرة أخرى من اللي جبرت شي من التراب آخر نعطالي وخلصت به الدين ما ينعت بله حتى حد يعرف بله وراه يعرفه اللي عطيه لي علي وجاهده أنا بعد قال فيها اللي عطيه لي ماني قاعد نقول يعني قاعد نقول خايف عود شينا عنده خايف عود شينا عند العاطيه بما قطعني اللي انت قولانه وخلصت قطعني الشجاع مع انهم كثرين والحقيقة الدين كثير العامين الاخيرين ولا العام ونص الاخيرة الاخيرة من العام ونص الاخيرة اقبالك في المكتب تبارك الله هو اللي كثير حتى كثير اقبال الناس اللي قد تخلص مرات اقول ان تعالى السبب شوي عنه السمسارة عنهم اللي يمشوا يقنعوا الناس وبالتالي عادوا القوم اللي يقعدوا عند محمد حامد وجيهم الناس عرض بضاعتهم وتو وأثق بهم عنهم سق بأمانتهم إن شاء الله ما خيب رجاه راجين الله عندك ثقة لطاتنا ما خيب رجاه فيه ما خيب رجاه أنا خلص ما خيب رجاه فيه أنا بأمانتنا إن شاء الله خارج بعض المسائل تخلف كان الله يقضى به الدين طيب شيء قاماني كان الله يقضى به الدين الأسباب اللي كان اللي تخلف بها ما راح لي عن الدين مترتب عليه شيء حالا قلت تفصيلها أما اللي يمكن غيبت الناس اللي وعدتني بوعود مؤكدة أعطتني شيء ولا عقبة ما أعطته لي وساميها ما نقول هي صوف الخارج وصوف الداخل هي لسا قضايا أساس حجاب الله وفي واحدين قاعد ننجح وعادوا قالوا عن يطول الفضاء الثاني دين عليها فمشي فيه دار 30 مليون دولار ومشي حد آخر متكلم عن 50 مليون دولار وهذا كان مغطي الدين هذا باطمه مشي ما قط شرح مكان العملية ما كانت احتيال أركان فيها شيء مكتومته وخطت اليوم نكشف عن المستور من السباب اللي وسان نمشوه في الاتجاه اللي كأنه كيف كأنه جنوني وفي الحقيقة ما كان جنوني كان ظاهرة جنوني غير هو في الحقيقة كنا السلفون خلصوا بالعشر في انتظار ما 50 مليون دولار جاي من عند شخص والله 100 مليون دولار جاي من عند شخص والله 30 مليون دولار جاي من عند شخص آخر
وهذا كله يقول عن ذوفه، عنه عاطيه، وفي شيء رقاش مرة متكلم عن حوالي 100 مليار ملوقية، ولا مالادهم ولا أنا كاملين ذاك الوقت. حق خارج شو مليار بدهم يصرح به، هو اللي دائما كني عنه نقول عن خارج شو مبارك معه، لا خالق مدى متعارف معهم، شركة متعارف معها، عندها ما عندنا ذاك الوصفات، ذاك الوصفات والشيء مبارك معه، ماشي مراحله، مراحله جيدة كاملة. قال عنه هو أنه تعارف معهم، وذوك الحمد لله ثقات، ما هم كيف الماضي، ما هم كيف الماضي به اللي هم موجودين قاع عمري تاني بعد قاع ولا ومكتبهم نعرف، نعرفه ما نعرف بلو مكتبه مبالغ، بعد نعرف جماعتنا تعرف بلو ذاك متقدم في شيء ما كان عن إجبار قرض كبير، إجبار قرض يعود عدل منه شيء وقد قد انقسم منه شيء عام، والله عنه ينشر كله والله جزء منه، ذاك ماشي في الكلام كامل حاله. هذا إن شاء الله اللي أنا تعود وضحت أنا ما في اسمي غير أهل اللي بين معه الصحبة واللي بيوتك فيه الإشارات ساعة اللي عدت إلا منين انباع بعد منين انباع عليه خلص الدين منه، لكن اللي خلاني يقيس والدين شرط عندي عنه تشرف عليه الدولة بلجنة منها ما نقدر نخلصه نحن، ما نقدر نخلصه نحن الواحد نبيه لا وده من الدولة تشعر تشرف عليه، لكن الطلب كان عندي مزال عندي ساتي قاعد عندي كثير دخل في هذا عني مهنة هذا الرئيسين الاثنين، هذا الرئيس اللي قال له محمد عبد العزيز والعلي من جابه الموجب باطل، يقولون خالق واحد لا منه كتل حسانية خالق حد يسال حد دين تلاطم مع المدين اللي هو المطالب بالدين، المدين سلم على المديان قال له السلام عليكم، قال له وعليكم السلام من جابه الموجب، قال له خلصني يفعل انه ما اسمه له شيء فيه موجبه، غير انا اللي قلت من جابه الموجب كيف تيك اخرى عني شاكر محمد عبد العزيز على ذاك اللي عدلنا نمشي متعدل في مأمورياته الثنتين، ولا نقد نفصح انا اللي عدلنا نمشي متعدل خوف هدايته هو بيلي شيء عنده نعطي تفاصيل الكرام اللي عدلنا شيء عنده حسب اللي عندي عنه شيء عنده تفاصيله ما نقد نقوله، ولو كان بعد عاطيني لذن فيه والله ما هي شيء عنده حتى نحكي التفاصيل، شاكر على ذاك اللي عدلنا نمشي متعدل، شاكر أم اللي الرئيس محمد واللي الشيخ محمد أحمد واللي الشيخ الغزواني عني شاكر وزاد هو وراجين في الله راجين فيه زاد هو الخير مأملين فيه أمل كبير زاد هو راجل فضيل كمان سلف راجل فضيل هو زاد هو راجل فضيل أهل عنه قاعزين عنه تعاقب سلمي الحمد لله بين الأشراف والأنصار بين الأشراف والأنصار بين آل النبي وانصار النبي عليه الصلاة والسلام لأن هاي مدة كرام شي شي تحامات له دور الله يصلح إن شاء الله تعالى أنا زرورة شي دور الله ينجح إن شاء الله لأن اللي ما دام من الطريقة الغضفية طريقة الغضف أن راجين الله أن نعود غافرين على موريتانيا طريقة اسمها زين فعل زين فعل حسن فعل حسن وبالنسبة ل الطلبات اللي يقولوا أهل الدين اللي راني نشاركهم فيهم نتعاطف معهم في اللي الله نتعاطف معهم اللي عدت حالا أنا علمتهم بأخبار كل معدن اللي مبارك معهم وبدون تفصيل مرحلة اللاحق شنهي ولكن اخترت نعودهم واخترهم ما ينشهروا إلا يصبروا شوي معايا أنا عجل منهم بيدي الحق واجب عليان خلصوا لهم ولا قد سقطوا عنه هم كلهم قد سقط عن دينه حاليا بقى ما يسأل لقية وهذا شتان بين من يستطيع أن يسقط الحق وبين من لا يستطيع أن يسقط الحق عن نفسه، أنا واجب عليك وجوب الصلاة والصيام وكثريت وقتي مصروف في التخمام في أخباره إما أدعو له الله عز وجل عندنا دعوات تسير ومصر جماعات اللي جماعات دير الله شي منها تسير شي مرقب شي صالح شي في الحرمين شي اللي مصوا كل حد ومصوا ملي أهل الدين طالب منهم عنهم قضية الدعاء يركزوا عليه التيسير أن خلصهم إذا لم يخلصهم تنحل المشكلة يعني ما يدعو الله نجبر باش نخلصهم ونعطيه لهم ما نحكم عنهم ما هو عني نجبر ونحكم عنهم يدعو الله أني نجبر باش نخلصهم وخلصهم به وركاتية بالنسبة لأهل الدين الناس تعاطف معهم ويتحركوا عدلوا مسيرات وتحركات وتتفق معهم بعض المواقع تغطيهم بالبث المباشر وعدوا مقابلات مع بعض القنوات التلفزيونية متعاطفة معاهم وزين عادي يتواسل من قد يتواسل الناس
عدوا إلي أتحدهم ورجاله فاصلين ما يشبه حديث تعاطف معهم. أنا زين رأى من تعاطف معهم قلت معاني من متعاطفين الأولين معهم متعاطف مع الناس اللي مغطي اللي متعاطف معهم سوء الداخل سوء الخارج بشروط الموافقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لإيجابها من عند الله عز وجل. جميع من تعاطف معهم بتلك الشروط أنا متعاطف معه وجوبا علي لأني مقرر فيه لأني مقرر فيهم باللي واجب علي التعاطف مع الحق. أراني قايل عني طالب جم قايل عني الناس اللي فاصلة طالب تبرعات من رجال الأعمال موريتانيين ومن نساء الأعمال اللي عادوا خارجات موريتانيا ومحسنين رجال الأعمال الكبار والمتوسطين وحتى الصغار كل يعطي بحسب ما أمكنه في سداد أهل الدين ولا يعطيه لي أنا ولا يسلم لي يسلم لجنة الفتوى والمظالم هذه اللي يرأسها العالم الجليل القاضي سابقا أحمد الحسن بن العلامة الجليل الكبير محمد حامد ولا لا الحسني. هذه شو وقع في ايديهم؟ وقع في ايد امين علماء عالم جليل مع اهل جنب ولا ينجاب لي انا وبيه لعل نقبضها من دون الدين ولا نستعملها. حد متبرع الخلاص من الدين يا الله يقيس به لجنة الفتوى والمظالم طالبينها من جميع الناس اللي قاعدة تعدلش ويسبق الله اللي عنه والله تعالى علم ويكشفوها لجنة الفتوى والمظالم يسبق في النساء والناس اللي فاصلة قد ما يمشي لترتيب أهل الدين ذي اللي التبرعات هاي بعد التبرعات يكون من العاد صغير والناس هون الحمد لله مجتمع موريتاني متعدل مجتمع إسلامي فيه التعاطف الإسلامي فيه التعاطف وفيه التعاطف الأخوة الإسلامية ومعانا اللقاء إلى جبروا هيئات غربية ما هي مثل ما قادة تساعد أهل الدين لزين عندي تساعدهم يقضوا من عندها دي يقضوه من عندها يغير أنا ما ندور أنا الراسي ماني في أنا من نفسي إلا يخرضها الآن ولا ينطرح عند لجنة الفتوى والمظالم والله ينطرح عند الله وزارة العدل الله حقوق الإنسان اللي هي متناسبة لذلك تعود توزع عليهم السوق عاطين للناس من الدول ما مسلمة ذلك اللي قد يجبروهم ما ماني ماني حاسدوا لهم بهم اللي عاوز ساعات يقول عنهم هيئات الإغاثة الغربية عن هيئات تساعد وهيئات الإغاثة الإسلامية كذلك تساعد ورجل المحسنين الخليج وغيره والمغرب العربي ذاك كامل اللي حد الله المهم وتوقع أنه ما يقع في ديننا نحن ولا يقيسنا أنا وجماعتي يعني نقيس الله لجنة الفتوى والمظالم اللي هي اللي تسير بالتعاون مع السلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية والدولة معانا الله مشينا عندنا تمدنا ليد يسوى السابق الخميس يسوى وراء الخميس سوى عدوها الإشراف يسوى عدوها الانصار لا واحد كامل شرفوا الانصار قاع أصلا ما قط افترقوا ما قط افترقوا أصلا في التاريخ لا جيتهم واحد جيتهم لا أحد وشي متعدل الإشراء المهاجمين الانصار أصلا لا جيتهم واحد يسوى سابقا والخميس ويسوى وراء اختير الدين ملي يطرحوا بلد عند فرج عنه قريب إن شاء الله معانهم في فترة حتى نبغيهم ما اختيرهم يتعبوا حتى منين فاتر باطل حصرنا مالهم عنهم خلعنا تعبناهم ما اختيرهم يفترهم من قد الناحية البدنية من الناحية الصحية عرفوا لي في صحتهم ما الله اللي عنهم يالله عودوا الشمس متين له من قد الحرارة الزمن بي اللي حارة ولا يالله عودوا ملي في بلد بارد حتى في الليل ودوا عارفين الصحة من نواحي كامل صحتهم غذاهم اللي يعرفوا لي شيء علينا سهيهم سهيهم اللي عدت لهم خلعنا ما يبغارين من تأخير دينهم عن جوانبهم الصحية ولا عن أطفالهم ولا عن أسرهم وتائب لله وأنا بعد ذلك معترف بالذنب ولا معترف بالذنب تماما. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم في الإسلام علي الرضا بن محمد ناجي.